في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري العاشر لمجتمع الديمقراطيات الذي نظم عن بعد أمس الأربعاء على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن المغرب باعتباره شريكا في هذا المجتمع يظل ملتزما بالنهوض بالديمقراطية وتعزيز صمودها مع دعم تبني القيم الديمقراطية المشتركة وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون كما هو منصوص عليه في إعلان وارسو. وأشار الوزير إلى أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس منخرط بشكل نشط في مسلسل دمقراطة قوي في إطار المسار الطويل من الإصلاحات بالمملكة. وفي هذا السياق تطرق الوزير إلى اعتماد النموذج التنموي الجديد خلال هذه السنة والهادف إلى توظيف أمثل لكامل الإمكانات في البلاد بغية ترسيخ الديمقراطية. من جهة أخرى قال بوريطة إن الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس تواصلت على الرغم من الأزمة المرتبطة بالوباء، موضحا أنه تم تعزيز هذه الإصلاحات بمبادرات جريئة من قبيل تعميم نظام الحماية الاجتماعية. وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك وعلى الرغم من السياق المضطرب بالنسبة للديمقراطية على المستوى الإقليمي والتحديات التي يفرضها الوباء، فقد تجسدت الحيوية الديمقراطية للمملكة بشكل واضح في الانتخابات العامة لثامن شتنبر الجاري.